أجندة سنتي. لجندة سنتي أهم المواعيد الطبية والعلمية لأطبائنا التوانسة وحتى ليزيتيديون أو ميديسين، هذا تلقاوه معنا في لجندة سنتي. واليوم باش نحكي لكم على الكونغري دو لا ستوم، واللي هو السيزيام كونغري دو لا سوسيتي تونيزيان دونكولوجي ميديكال. سا سخا لو 11-12 مارس 2022، هذا باش يكون بصفاقس. نعاود نذكركم بور ليزانسكريبسيون، تدخلوا على www.stom.tn، والديدلاين سا سخا لو 1 فيفري 2022، وتنجموا تلقاو اكثر تفاصيل على الباج اوفيسيال فيسبوك لإذاعة الحياة اف ام، إذاعة القيروان للصحة. هذا فيما يخص السيزيام كونغري دو لا ستوم لو 11-12 مارس 2022 بصفاقس. كانت هذه اجندة سونتي بالنسبة لليوم. Agenda santé.